والإيمان بالجنة والنار في ثلاث مسائل ذكرها الآن أو أربع مسائل. المسألة الأولى أنهما مخلوقتان، أنهما مخلوقتان، قال تعالى فيهما أعدت يعني خلقت وهيئت، أنهما مخلوقتان من جملة الخلق. نعم. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، هذه واحدة. نعم. وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما اليوم موجودتان، ردا على الذين يقولون إنما توجدان يوم القيامة، أما الآن ما في جنة ونار، بل هما الآن موجودتان، لأن الله قال أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وأعدت هذا فعل ماض يدل على أنهما قد خلقتا، ما قال تخلق أو تعد، بل قال أعدت، هذه حكاية للماضي. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما يصيب الناس من شدة الحر أو من شدة البرد أنه من جهنم، لها نفسان، نفس في الصيف وهذا أشد ما يجده الناس من الحر، ونفس في الشتاء وهذا أشد ما يجده الناس من البرد، دل على أنهما موجودتان، وأن هذا الحر وهذا البرد هو من النار والعياذ بالله. ثالثا أن الصحابة كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة يعني شيئا سقط، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر، هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن وصل قعرها أو وصل إلى قعرها، هذا دليل على أنها النار موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله موجودتان الآن ردا على الذين يقولون إنهما تخلقان في المستقبل. نعم. والله جل وعلا ذكر أن الميت إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، وأن الكافر يفتح له باب إلى النار والمنافق فيأتيه من سمومها وحرها، هذا دليل على أنهما موجودتان الآن. نعم. وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا يفنيان، هذه المسألة الثالثة، أنهما لا يفنيان ولا يبيدان أبد الآباد، النار تبقى وأهلها يبقون والجنة تبقى وأهلها يبقون فيها إلى ما لا نهاية. نعم. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى إلا الله، لأنهما لو بقيتا لشاركتا الله في البقاء، ونقول لهما هذا فرق بين بقاء الخالق وبقاء المخلوق، بقاء الخالق ذاتي، وأما بقاء المخلوق فهو بإبقاء الله له، بإبقاء الله جل وعلا له، فرق بين هذا وهذا. ومنهم من يقول إن الجنة تبقى ولكن النار تفنى، وهذا أيضا قول خطأ، والصواب أنهما باقيتان أبد الآباد. نعم.